وفرنا عديد من الخبراء حتى في مجلس نواب الشعب للتدقيق في المسألة. اثنين، الإسراع بمناقشة مجال الجماعات المحلية وإخراجها قبل إجراء الانتخابات البلدية قبل رأس السنة، باعتبار أن المواطن أو المنتخب اللي باش يتقدم المجالس المحلية يزمو يعرف ما له هو ما عليه، ويعرف شنو البرامج متاعها وشنو التحديات متاعها وشنو المسائلة غدا التي ستقع للمجالس البلدية وشنو هي طموحات متاع المواطنين، لأنه هو نقل صلاحيات كبيرة ذات قرب إلى المجالس المحلية والمجالس الجهوية. غدا إن شاء الله قبل رأس العام ننتهي من مناقشة مجال الجماعات المحلية واللي الناس كبرتها أن 363 فصل، نحن اليوم في الفصل 70 بمعدل 8 أو 7 فصول يوميا، معناتها في ظرف شهر أو شهر ونص نكون خرجنا من كافة المجال. إذا كان يبقى فصل ولا اثنين ولا حتى 10 سيأخذ الوقت اللازم ليه، وبالتالي حتى النصوص التطبيقية شرعنا في تأسيس لها وإعدادها حتى لين تنتهي المجلة باش يكونوا بالتوازن. وفي نفس الوقت قاعدين نناقش مع الوزارات القطاعية في مجال التهيئة العمرانية، قاعدين نناقش قانون أساسي للولايات اللي هو قاعد يتطبخ من جهة أخرى.